السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا المقطع الذي سنجريد فيه اغلب الاحداث التي حدثت في لعبه جيت اي 5 والتي ستاخذنا لغزو المخلوقات الفضائيه. نعم يا اصدقائي الاوفياء، قريبا توقعاتي تقول في تحديث الكازينو القادم سيتم غزو خريطه سان اندرياس من طرف المخلوقات الفضائيه. المخلوقات الفضائيه في هذه الاثناء ومنذ ان بدانا لعبه جيت اي 5 فانهم بداوا في دراسه خريطه سان اندرياس وعرفوا نقاط الضعف ونقاط القوه، وهم مستعدون لكي يهجموا على مدينه جيت اي سان اندرياس، وسيكون ذلك تحديث أكبر بكثير من تحديث دومز داي هايس. ولكي نبدأ أولا جرد الأحداث، سنفتح كتاب جيت اي 5 وسنبدأ أولا بأول الأسرار التي اكتشفناها حول المخلوقات الفضائية وكيف أنهم مستعدون لكي يقوموا بغزو خريطة سان اندرياس. إذا جئتم إلى هنا ستلاحظون بأن عندنا كتابة سرية كوم باك وين يور ستوري إز كومبليت، يعني عد للمكان عندما تنهي اللعبة 100%. أنهيت اللعبة في هذه الأثناء. إذا حاولتم استعمال تلسكوب من هذه المنطقة يمكنكم رؤية أعلى بناية جيت اي 5، لكنكم إذا غيرتم الأجواء إلى تاندر يعني الأجواء ستكون رعدية وبرقية، وبعدها قمتم بتغيير الوقت للثانية ليلا ستظهر لكم المركبة الفضائية. وها هي أصدقائي لقد ظهرت لي. هذا هو السر الأول الذي اكتشفنا هذه المركبة الفضائية بعدما ختمنا اللعبة 100%. بعدها اكتشفنا المركبة الفضائية الموجودة فوق من التكنيش العسكرية، وأخيرا وليس آخرا اكتشفنا المركبة الفضائية الموجودة فوق رسم المخلوقات الفضائية. لن أتعمق في هذه الأمور لأنني نشرت مقاطع سابقا تخص هذه المركبة الفضائية بثلاثة، قمنا بعمل العديد من التجارب. بعدها اكتشفنا مركبة فضائية أخرى غارقة وسط من الماء، وهذا يدل على أن المخلوقات الفضائية أرسلوا العديد من المركبات للكرة الأرضية. كيف استطعنا اكتشاف تلك المركبة الفضائية الغارقة؟ اكتشفناها بسبب هذه الفان، لأنكم إذا ركزتم في جانب هذا الباب بالقرب من هذه الفان ستلاحظون بأن عندنا هناك يا أصدقاء مركبة فضائية خارجة منها بعض من الأنوار. ها هي أصدقاء ضوء أصفر خارج من تلك المركبة الفضائية. فبحثنا وبالفعل وجدنا مركبة فضائية غارقة وسط من المحيط، لكن لا زال ذلك الضوء الأصفر لم يشتعل بعد فيها. نحن نتوقع بأن ذلك الضوء الأصفر سيكون هو إشارة الانطلاق وبدأ غزو المخلوقات الفضائية لسان اندرياس وخصوصا مدينة لوس سانتوس، لأن هدفهم هو تدمير هذه المدينة نهائيا وقتل جميع السكان الذين يقتلون في مدينة لوس سانتوس. لم نتوقف هناك بل استمررنا في اكتشاف الأسرار والخفايا الموجودة في هذه اللعبة، وبالضبط قبل غروب الشمس بدقائق معدودة سأقوم بتغيير الوقت وأتمنى أن يظهر لي هذا السر. قبل غروب الشمس بدقائق معدودة فإنكم تستطيعون رؤية مركبتان فضائية في السماء إذا عملتم زوم بالقرب من الشمس. هل شاهدتم ضوءان خافتان يلمعان عن بعد؟ هذان ضوءان خاصة بمركبتان فضائيتان تقومان بالتجسس على الكرة الأرضية. وما الذي حدث في لعبة جيت اي 5؟ شاهدوا يا أصدقائي، غريب. لقد سقطت السيارات، عجيب جدا. لم انصب اي مود، دخلت مباشرة للسيف جيم ولا اعلم ما الذي حدث في هذه الاثناء في لعبة جيت اي 5. هل هذا عنده علاقة بالسر الذي انا الان في صدد التحدث عنه؟ اذا اقتربت بالقرب من السيارات فان السيارات تسقط، لكنني اذا بقيت مبتعدا السيارات تطفو فوق من الماء. غريب، ما الذي حدث يا اصدقاء في لعبة جيت اي 5؟ هذا الامر فانه عشوائي، لم انصب اي مودات، لم افعل اي شيء، ومساحة الطوفان طويلة جدا. لست متاكد صراحة ما الذي حدث يا اصدقاء في لعبة جيت اي 5، لكن السيارات بدأت تطفو في هذه المنطقة. السيارات تعتقد بأن هناك طريق في هذا المكان. سنتجه الأمر السيارات كأنه لم يحدث. أثناء تختيم لعبة جيت اي 5 بالضبط في مهمة اليوغا ديد سومباري سي يوغا، بعد هروب عائلة مايكل من المنزل فإن جيمي يستغل أباه مايكل ويعطيه تلك المخدرات. بعدما يشرب مايكل تلك المخدرات فإنه يلتقي بالمخلوقات الفضائية. المخلوقات الفضائية تأخذ للمركبة الفضائية، وحينها المخلوقات الفضائية قامت بتجارب على مايكل. بما أن مايكل إنسان عادي مواطن عادي، لهذا السبب أخذتها المخلوقات الفضائية لكي تقوم بعمل تلك التجارب عليه. وتلك الكاتسين هي حقيقة فعلا حدثت، لأن بعض الشباب اعتقدوا بأنها حدثت من خيال مايكل، لكن لا، تلك اللقطة حقيقة حدثت لمايكل. قاموا بعمل تجارب عليه حقيقة لكي تسهل عليهم مأمورية التعامل مع جنس البشر عند بدئهم في غزو عالم سان اندرياس. لازلت لم أنتهي بعد، سنستمر في جرد الأحداث. في سنة 2017 خصوصا في أواخر سنة 2017 قامت شركة روكستار جيمز بإخراج تحديث جديد في جي تي أونلاين، وهذا التحديث أغلبنا يعرفه هو تحديث خاص بالسلع. إذا جمعتم ما يقارب أكثر من 100 كارغو وقمتم ببيعه فإن الشيء الذي سيحدث هو أنكم ستستطيعون فتح مهمة سرية، سأظهرها لكم في الشاشة لكي تتذكروها. وتأكدوا أن هذه المهمة قام بها فقط قلة قلائل من الكميونيتي، وخصوصا الشباب الذين عملوا جاهدين ولعبوا كثيرا أكثر من 300 ساعة في لعبة جي تي 5 لكي تظهر لكم تلك المهمة. مهمة بسيطة لكن فتحها
تطلب من الشباب العديد من الوقت ببساطة في أنكم تذهبون بالقرب من تكنيت العسكرية تجدون بأن هناك مركبة خاصة بالمخلوقات الفضائية نزلت للأرض وتدمرت. بعد اقترابكم للمركبة سيتم عمل سباوني للعديد من المخلوقات الفضائية عليكم قتلهم وبعدها سرقة تلك البيضة وستقومون بإنهاء تلك المهمة بنجاح. الأمر لم ينتهي هنا فقط، هذه المهام كلها التي ذكرتها لكم هي مهام تمهيدية فقط للغزو العظيم الغزو الكبير الذي سيحدث. توقعاتي تقول بأن سيحدث في هذا التحديث القادم، إذا لم يحدث في تحديث الكازينوهات فإن سيحدث في سنة 2020. عندي لكم الدليل والبرهان سأظهر لكم بعد لحظات، أنا جاي الآن في الطريق. وصلنا الآن لتحديث دومز داي هايس وهو تحديث يوم القيامة. في تحديث يوم القيامة صنعت شركة روكستار جيمز قابو سري أسفل من أعلى جبل في جي تي 5 وهو جبل مونتشيليارد. داخل من ذلك القابو السري ظهرت لنا رسومات سرية غريبة جدا رسمتها المخلوقات الفضائية، تلك هي استراتيجيتهم، ذلك هو البلان الذي استطاعوا صناعته أخيرا بعد جميع تلك التحريات التي قاموا بها، وسيستعملون ذلك البلان في الهجوم على لوس سانتوس وتدمير الكرة الأرضية نهائيا. وأخيرا وليس أخيرا تحديث نايت كلوبس وهو تحديث المهام الليلية، ذلك التحديث فيه سر رهيب جدا أحد الشباب لقد اكتشفه، أعتقد قناة جراند ديفت أوتو سيريز هي القناة الأولى التي نشرت هذا السر. سأخذ لقطة بسيطة من قناتهم وسأظهرها لكم. المهم طريقة فتح تلك الإستر إيج سهلة جدا ليست صعبة، عليكم القيام فقط ببعض من المهام الخاصة بالنايت كلوب، وبعد الشيء الذي عليكم فعله هو شرب الكثير من الخمر وخصوصا خمر شامبين وهي تلك القنينة الغالية جدا، لأن تلك القنينة إذا شربتم خمرها فإنكم تفقدون الوعي وتظهرون عشوائيا في أحد المناطق في خريطة سان أندرياس. في بعض الأحيان ستظهرون خارج الملهى الليلي، أحيانا أخرى ستستيقظون بالقرب من الشاطئ. هذا الشخص لقد استيقظ فوق أعلى جبل في جي تي 5 جبل مونتشيليارد، والشيء العجيب جدا والغريب الذي حدث له هو أن تم طباعة تاتواج في ظهره فيه العين التي ترى كل شيء، وظهرت له كذلك مركبة فضائية وبعدها بثواني معدودة لقد اختفت، وهذا يدل على أن The Aliens Invasion وهو غزو المخلوقات الفضائية اقترب من أن يحدث في لعبة جي تي 5. توقعاتي تقول بأن هذا الغزو سيحدث في سنة 2020 في السنة القادمة، لكن تأكدوا في تحديث الكازينوهات ستكون هناك العديد من الأسرار التي تخص المخلوقات الفضائية، وهدفي عند خروج ذلك التحديث هو اكتشاف ذلك السر. سأحاول فعلها إن شاء الله برغم من أنني لست قناص للأسرار، لكني سأحاول فعلها، وأنا متأكد أن العديد من الشباب في الكوميونيتي المحترفون في قنص الأسرار سيسبقونني في قنص ذلك السر. إذا قنصت أكيد سأنشر معكم مقطع، وإذا سبقني الشباب واكتشفوا الإستر إيه قبل مني فتأكدوا بأنني سأسجل المقطع وسأخبركم بالتفاصيل. اللغز الذي يبين على أن الغزو سيكون في سنة 2020 موجود في تلك القرية بالضبط، قرية الهيبسترز، فقط الهيبسترز هم الذين يسكنون في هذا المكان. ستلاحظون بأنهم غيروا مقطوراتهم ورسموا فيها هذه الأيقونات الخاصة بالبيس الخاصة بالسلام ويلكم مرحبا بكم، يعني أي شخص دخل لهذه القرية فإنه آمن سالم غانم، لا تخف من أن تهجم عليك العصابات في هذا المكان. إذا جئتم لهذه المقطورة ستلاحظون بأن عندنا وجه مخلوق فضائي وفي الأسفل لوس سانتوس 2020، وإذا ركزتم جيدا على الصورة سأخذ هاتفي لكي أستطيع إظهارها لكم بشكل جيد. إذا ركزتم على الصورة الخلفية ستلاحظون بأن لوس سانتوس دخلت في دمار شامل، يعني أن المخلوقات الفضائية بعد هجومهم على لوس سانتوس ستصبح المدينة مدمرة نهائيا. هذا التحديث سيكون كبير جدا وعملاق، لهذا السبب تأخرت شركة روكستار جيمز في نشره لأنها عليها إعادة تصميم مدينة أخرى خاصة بلوس سانتوس، وتلك المدينة ستكون مدمرة بعد هجوم المخلوقات الفضائية عليها. ومن الممكن أن تجمع شخصيات بخمسة، يعني شخصيتكم الرسمية في الأونلاين بالإضافة لمايكل وتريفر وفرانكلين، ستجمع تلك الشخصيات لكي تحاول إنقاذ العالم من المخلوقات الفضائية بعدما سيقومون بتدميره. وبعد إنقاذكم للعالم سيحدث شيء رهيب جدا وستعود لوس سانتوس لما كانت عليه. هذا صراحة ما أعتقد لكن لست متأكد، شركة روكستار جيمز لها حرية الاختيار، القرار في الأخير فإنه يعود لشركة روكستار جيمز. ولمن يتساءل على هذه التواريخ الموجودة في المطار 2013 هنا في هذا الكبير 2021، لا زلت شبش برأيي سنة 2013 هي السنة التي خرجت فيها لعبة جي تي 5، وسنة 2021 هي السنة التي ستخرج فيها لعبة جي تي 6. من الممكن ألا تخرج بالضبط في سنة 2021، لكن تأكدوا بأن التريلر الخاص بلعبة جي تي 6 سيخرج في سنة 2021، خصوصا أن العديد من التسريبات تقول بأن شركة روكستار جيمز اقتربت من إنهاء اللعبة. لم يتبقى الكثير صراحة بعد جردي لجميع الأحداث التي حدثت في لعبة جي تي 5، فإنني متأكد أن في تحديث الكازينو سيكون هناك سر
الرهيب عندها علاقة بالمخلوقات الفضائية، ومن الممكن أنها ستكون هي بداية الانفيجن، بداية العد العكسي لغزو المخلوقات الفضائية لخريطة سان أندرياس أو عالم سان أندرياس بصفة عامة. لكن الغزو سيتم في سنة 2020 كما هو مكتوب وظاهر في تلك الصورة التي أظهرتها لكم. لكن الآن سأودعكم، أتمنى صراحة أن هذا المقطع أعجبكم. إذا استفدتم منه فلا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروه مع أصدقائكم. وإذا كنتم متحمسين لغزو المخلوقات الفضائية لسان أندرياس فقولوها لي فرضون. أنا صراحة متشوق لكي أعيش تلك المغامرات وأدمر المخلوقات الفضائية وأحمي مدينة لوس سانتوس من الغزو الفضائي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا يا أصدقائي الأوفياء بأن السلام وخير ختام.